يا سلام يا سلام، شو هذا؟ شو تجن؟ ايش شتجن؟ اي شتجن، بحب كثير الشتجن. هاتو. اوه نايس، 24 ساعة كونفرميشن. لا ما بدي، يلا نفتحه. اوه دام ياهو، اجاني الشتجن هذا دام شباب. يا سلام، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god guys. Oh my god. يا سلام. أفضل شوت جان باللعبة يا شباب، هذا الدائم يعتبر. لا هذا هو؟ لا مو هذا. Oh shit. بس كمان دائم حلو حلو هذا حلو. يا سلام يا سلام. شو هذا الحظ الحلو يا ديكو؟ شو هذا الحظ الحلو؟ شايفينه هون تجمعون هدول بطاقات، هدول الدويرات التوك، هذا بسموه شو بسموه التوكن، بتجمعوها وبيطلع لكم الشوت جان. اهلين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، معكم اخوكم عليكم من جديد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شاكو ماكو. اوكي يا حلوين، اليوم راح اعمل لكم استعراض لهذا السكين الموجود معنا. هذا هو المصاص الدماء، مصاص الدماء. شفت معكم شايفين سكين كثير حلو. اول شيء راح اقول لكم كيف تجيبوه. طبعا لكل شخص ما بيعرف يجيب السكينات من لاك الرويال. اوكي، بتجي على لاك الرويال موجود على اليسار. اوكي، هذا هو لازم تعمله، لازم تعمل سبين انت وحظك ليطلع لك هذا السكين. اوكي طبعا انا ما سجلت كيف جبته، تقريبا صرفت عليه اكثر من 2000 جوهره. اوكي يا حلوين، بعد هالشي ربحت على البث المباشر، ما عرف اذا انتو تتذكروا البث المباشر امبارح ربحت هذا السكين الشوتجن. طبعا اذا تحبون تجيبون الشوتجن لازم تروحون على التقويم هذا الموجود هون، تجمعون التوكن وبتعملوا تبدلوا التوكن بالصناديق الشوتجن هذا مثل ما لكم شايفين، بتبدلوه بيطلع لكم انتو وحظكم السكين. انا طلع لي دائما امبارح على البث المباشر. اوكي معنا هون السكين مصاص دماء، يلا ونفس الشيء نفس الوقت يا حلوين راح فرجيكم المود الجديد اللي هو الرامباج. اوكي يلا نشوف مع بعض. طب بلش نعمل سولو، ما كنت مشغل الكاميرا، كنت مشغل الكاميرا. يلا ما في مشكله، فايق من جديد من النوم، حضر القهوة تيم، حضر كل شيء، خلط لحالي بدنا نعملهم هذا الاستعراض لهذا السكين. مثل ما انكم شايفين يا حلوين هذا هو، روح على مكان هيك. عن جد السكين كتير حلو، عن جد كتير حلو بجنة، شايفين؟ عن جد كتير عجبني هالسكين، شايفينه؟ ركب الشوت كان هذا اللهب، صاير كل شيء لهب بلهب. يلا بنفس الوقت راح فرجيكم المود الجديد، طبعا هو مود قديم من رامباج، مود قديم. وين رايح هذا؟ وين رايح؟ تعالوا تعالوا، وين رايح؟ وين رايح؟ يا زلمة شو مركب على راسه هذا؟ خرب بيته. تعب، شفتوا شو عم بيطلع فوق ال ليكون هاكر. اوكي يلا نجرب هذا الجيم نشوف وين راح ننزل هالمرة، ننزل مرة ثانية بالتور. يلا معلش دايما بطلع على اليمين، متعود على البث المباشر. يلا انزل هون، انزل. اكيد كل الناس هلا منزلي هون. تقريبا 7 على اليسار. يا سلام، بليز لايك، اعطوا لايك لهذا هذا الدب الحلو. عم يقول بليز لايك، اسمه لايك، سميته بليز لايك. راح انزل تحت. طب هذا مثل ما فرجيتكم يا حلوين، حطه هون بالوسط، واحد وراي.
لا ما بده يموت لعنة. تعالوا تعال كمان مان كمان. طبعا هذا المدفع اللي ركبته من شوي بيساعدكم شباب، بيساعدكم بيحميكم يعني. حتى الجاي تعال حبيبي تعال، في ناس عم تضرب بعضهم هنيك. اوبا موت حبيبي موت، واحد هنيك عم بضربني هون. يلا باي 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 باي، طول بالك طول بالك، خليكم شوي شوي عليهم شوي شوي عليهم شوي شوي عليهم حبيبي. لك شو هذا السلاح ما بحبه ابدا. واحد كان عم بضرب من بعيد. ليش حبيبي ليش 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 ليش؟ والله اسف والله اسف يا معلم. اقفز ما يمشي الحال. طبعا هذا المود لما تقتلوا حدا يعطيكم مثل بوفوار يعني مثل خاصية قفز قفز. اي تلج هون كل شي هون لازم نعبي دمنا والله. تمام نروح عند هداك عشان ناخذ له شو في عنده كان. سلام يا سلام. هات 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 حبيبي هات ركب كروزر تعال هاته. لازم اعبي دمي طبعا. هون مثل ما انكم شايفين بينزل دم، اذا بتوقف الخاصية بتروح، خاصية تبعيتك بتروح اذا بتوقف. لازم تم ماشي مشان الخاصية تم. شايفين تحت في سهم عم بيطلع فوق. اي حبيبي في واحد طبعا مثل ما انكم شايفين بالخريطة فوق على اليسار في نقطة حمراء، هذا يدل انه في شخص يعني عنده نفس القوة اللي عندي. اوكي في اكثر من شخص طبعا. خلي يضربوا في بعضهم لما طور. هاي جايين عندكم شباب جايين عندكم، شايفين عم بضربوا في بعضهم هون. باي باي حبيبي باي باي. سلمي على فورا. واحد هون فوق وينو وينو. تعال تعال هون تعال. يكون حاطط لي شي لغم مرة راح اكله. اي حبيب القلب. اه في واحد تاني. لا 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 عيب عليك عيب عليك والله عيب عليك الله يرحمك يا الحبيب. هلا الناس رح تقول اريكو ما في غير تجيب هيد شوت. طبعا شباب انا مشغل الفول كنترول اوكي، يعني مش التحكم مثل التحكم. اوكي اخذ السكار. عم نطلع لفوق نقدر ولا لا؟ صعبة والله. اذا واحد يجيبني ضربة راح اموت بسرعة. طبعا هون انا هيك بهالخاصية هي كل شي فول. اوكي كل شي فول يعني. طبعا عندكم هيك من فترة لفترة عندكم بيصير عندكم شي اسمه ليفل اب، يعني بتعبالكم دمكم بتعبالكم كل شي. وهدول هن هدول اللي اسمهم المين. هذا هو المين اللي يخليكم تبني ال راح فرجيكم اياها هلا شوي تاني. طيب بس اكون جنب هذا. اي 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 شوف 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 خذ هاي خذ هاي خذ هاي خذ هاي. شايفين شو عم تعمل؟ هدول بيساعدوني شايفين؟ هدول بيساعدوني بدل هذا المود كثير حلو لانه يتطلب تكتيك، يعني لازم تفكر تجيب واحد هين واحد هين. حط ال شو بسموه ال اوبا اوبا. اي اي ما بدي شيء. ايوه مش الحال هذا هو ثاني سكوب اربعة. ما بدي سكوب اربعة خلينا هيك. فضي هذول اللي هون. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة يا حلوين. يلا جو. وين الحلوين؟ اوه يا سلام هات لشو.
شايفين شباب في واحد عند النقطة الحمراء اللي فوق ودم دم كتير تعبان، دم كتير تعبان يا اخوي. دمي كان واطي كتير. حبي دمك حبي دمك حبيبي حبي دمك حبي دمك حبي دمك. يعني منيح هي هذا المدفع اللي انقذني شباب، هذا المدفع اللي انقذني يعني منيح منيح حطيته. عشان هيك هذا المود حلو كتير. ما في دم ما في دم ما في دم شباب ما في دم. تعال تعال جيب جيب جيب. طبعا هون شايفين صار ليفل اب، كل شيء عندي صار فل. نعمل مرحبا لل 30 شخص اللي عم يتابعني، اهلين. يلا طيب ضبط الوضع عندي ال هدول نشيله من هون. ضبط الدرع باقي 7 اشخاص. خلصت القهوة، فايق بكير. يا سلام يلا وين البني ادمين؟ وينهم وينهم ياك؟ وينكم يا حلوين؟ وينكم؟ شوف انا راح وقف هون، عندي كل شيء راح ينزل هذا اعتقد. ما لا والله ما نزل. يلا هي حطينا الفطر مشان لا حدا، وضعنا تعبان. وينكم وينكم يا شباب؟ وين الشباب؟ وينهم وينهم وينهم؟ دروب هون طلع يطلع لي سنايبر عشان نجرب السنايبر الجديد. طبعا هون دمي 400 دمي كامل. سمع صوت الضرب حبيبي. كنت تستعمل الدرع، كنت تستعمل شغلاتك. هذا السيف الجديد كمان شباب شايفينه، السيف اللي انا طلبت الاليت باس الجديد من قبل، اعطوني هذا السيف الجايزة. يلا جو نصلح هاد. باقي 4 امامي. يا سلام هدول. في واحد هون عم ينطوت. سلامات اخوي، سلامات سلامات حبيبي سلامات. وفي واحد كمان جاي لعندي. لا ارحم لا ارحم حد. في عندك تعال باقي شخصين هون، بدي نركب ال بدي اترك هدول المدافع، نركب المدافع ركبهم حوالي اخليهم يضربوهم. اخر واحد راح اخليه يموت بالمدفع هذا المدافع هذا لا لا تموت لا تموت الاخير لا تموت بليز لا تموت الاخير. باقي شخص واحد. وينك حبيبي؟ وينك يا حبيبي؟ وينك؟ وينك يا روحي؟ عن جد السكين هذا المصاص الدماء كتير حلو. عن جد عجبني يعني صراحة. كل في غرام. وينك حبيبي؟ وينك 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 وينك؟ وينو؟ ولك وينو؟ والله ما تركت محل بالخريطة وما دورت عليه. ها 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 ها.
تعال حبيبي تعال هون انا هون انا هون تعال عندي ركب سيارة خذ هي خذ هي خذ هي تعال وين رايح تعال لايك شير سبسكرايب لهذا المقطع الحلو يا حلوة 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 يلا جو هذا هو التوكن شباب اللي بتجيبوا منه الصندوق الأسلحة لا تنسون حبيت أجرب راح نفرجيكم السكين السيف اللي أخذته من إليت باس هذا هو يا شباب كما شايفين هذا هو طبعا كل شخص يطلب الإليت باس ال 1100 جوهرة بيعطوهم هلا السيف عن جد السيف كتير حلو حبيت أفرجيكم السكين مصاص دماء طبعا مثل ما أخذت لكم تاخذوه من هون يا حلوين هيك بيكون انتهى المقطع هذا ان شاء الله يكون عجبكم شباب لا تنسون تعملونا لايك شير سبسكرايب تدعمونا بهذا المقطع الحلو يا حلوين نشوفكم مع جيم جديد وبث مباشر يلا باي باي.